ثم تأهيلهم لمختلف البطولات. كمان الدولة ماشية الحقيقة بخطى ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أولمبيين للمنافسة في دورات الألعاب الأولمبية المقبلة. كفايانا بقى مشاركات أولمبية بنرجع بيها يعني إيه زي ما روحنا زي ما جينا، فيا رب إن شاء الله الوضع ده يتغير الفترة اللي جاية. وخلونا نشوف معاكم هذا التقرير، نتعرف من خلاله على تفاصيل ما حدث. تابعوا معنا. ان الشباب يمارس رياضه في كل مجال، ان هو يكون عنده تحدي اخر، تحدي مقاومه جسمه، تحدي انه يعمل حاجات قد تبدو ان هي صعبه جدا، لكن في تحدي كمان للشباب ان هو يعمل اللي احنا بنشوفه. وبالتالي وزاره الشباب والرياضه ورا كل شيء في الشباب ممكن يقضي وقته الكبير في الرياضه. الرياضه كمان وسيله كبيره جدا مش بس للتنميه، كل مشاكلنا الاجتماعية احنا كمان ادواتنا في الرياضة هنقدر نتغلب عليها. اكيد بتشغل وقتك مع الدراسة بشكل كويس جدا، اكيد بتروح النادي بتتمرن في المكان اللي انت حابب تتمرن فيه. احنا كمان مع الاستاذ اكمل والاستاذ بليغ صراحة اللي بيجروا معانا بشكل يعني بسرعة البرق في ان احنا نعمل اجهزة في الشوارع ونخلي فيه تحدي في الحدائق والمتنزهات بهذا الشكل. والبطولات بقت موجودة في كل مكان، يمكن أنا تعمدت إن احنا نعمل في نادي النادي هنا، لأن عملنا في نادي النادي العاصمة الإدارية السلسلة اللي موجودة، وبعد كده إن شاء الله نعمل في شيراتون. يمكن في حالة من الحزم شوية بنعملها، علشان طبعا بنرحب بكل أعضاء النادي اللي بنعمل لهم إيفنتات. حقيقة احنا مبسوطين النهاردة إنه عدد المشاركين النهاردة بين ان الشغل اللي احنا عملناه بقالنا 4 سنين مع وزاره الشباب والرياضه انه بدانا نشوف ثماره. عندنا عدد من المشتركين كتير جدا، عندنا ابطال كتير هتسافر روسيا تمثلنا في بطوله العالم. فالحقيقه شغل 4 سنين من الجهد الحمد لله ابتدى يحقق نتائجه. لو ما كانش لينا دور فعال جدا في هذه الرياضه عالميا، ما كانش الاتحاد الدولي طلع تصريح ان احنا نرقص الاتحاد الافريقي بحجم انه شاف الشباب المصري قد ايه مهتم وان احنا قادرين احنا نبقى فعالين في هذه الرياضه. طبعا كنت في المعسكر، فالموضوع جالي ان في تكريم وكده، فطبعا جيت المعسكر يعني، بس طبعا كنت مبسوط عشان سياده الوزير هو اللي كرمنا يعني بنفسه، وطبعا زي ما انت شفت يعني قدرنا، فطبعا فرحت جدا ان سياده الوزير كان موجود النهارده.